السلام عليكم. لن تصدق ما فعله صاحب سيارة نفعية في شهر رمضان المبارك وأغلب الجميع. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو صادم لصاحب سيارة نفعية في ولاية غليزان وهو ينقل مادة أزلابية لبيعها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية تحت أشعة الشمس وغير مغطاة معرضة للحشرات والأتربة وغيرها. وقام أحد مستعملي الطريق بتوثيق فيديو ونشره للجمهور على الفيسبوك، أين طالب ناشطون بضرورة توعية هذا الشخص من المخاطر والتي قد تلحق بالأشخاص الذين يستهلكون هذه المادة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.